إذن السلام عليكم طلبة الكرام. إذن في حصة ثانية من الشرح أقدم لكم نفسي، معكم الأستاذة البزاري لمياء في مادة جغرافية الأرياف. إذن حتى يتسنى لنا تتمة ما قدمناه الحصة السابقة، إذن سأذكر بعجالة أننا الحصة السابقة، الحصة الأولى من الشرح، تطرقنا إلى كل ما هو نظري بخصوص جغرافية الأرياف، وتحدثنا عن مميزات المجال الريفي وعن مراحل تطور هذا المجال وما يميزه عن المجال الحضري. إذن في حصة ثانية، لأن كما سبق الذكر قسمت البحث، أو قد قسمت المادة إلى 4 فصول. إذن هذه الحصة سنتطرق إلى الفصل الثاني من مادة جغرافية الأرياف، وهو المجال الفلاحي، ماهيته، توزيعه، يعني توزيعه في العالم، وطرق توسيعه. إذا انتبهوا معي، انتقلنا من المجال الريفي إلى المجال الفلاحي. ماذا أعني بالمجال الفلاحي هنا؟ أي جميع المجالات المحولة من طرف الإنسان. المجال الريفي كما سبق أن ذكرنا أنه يضم كل المرافق المرتبطة بالنشاط الفلاحي، من سكن وطرق ومجال فلاحي، سواء كان موجه للغراسة أو الزراعة أو للرعي. لكن هنا سنتحدث فقط عن المجال الفلاحي، عفوا، عن المجال الفلاحي، أي المجال الذي تمارس فيه الأنشطة الفلاحية، وهذا شيء واضح. إذن سنعرف بهذا المجال، سنعرف كيف يوزع على سطح الكرة الأرضية، لأن هذا التوزيع تتخلله مجموعة من الاختلافات، وسنحاول معرفة طرق توسيعه، كيف يمكن تحسين أو زيادة مساحة هذا المجال الفلاحي، يعني أن هناك مجموعة من الأشكال التي تؤدي إلى توسيع المجال الفلاحي في العالم. إذن سنعطي، كما ستتبعون معي في شرح باوربوينت، سنعطي بعض التعريف وسأقوم بشرحها. إذن إن سطح الكرة الأرضية عبارة عن مساحات مختلفة الأشكال والمظاهر وذات ظروف طبيعية متباينة. ماذا نعني بالظروف الطبيعية المتباينة؟ أن هناك ظروف طبيعية تختلف من مجال إلى مجال آخر، فهي ظروف ملائمة في مجال معين، مثلا في النطاقات المعتدلة، لكنها ظروف صعبة، مثلا في النطاق الحار وفي النطاق البارد. إذن مساحات سطح الأرض تختلف حسب الظروف الطبيعية، فهي إما ملائمة لإقامة نشاط فلاحي معين أو أنها غير ملائمة، إضافة إلى الإمكانيات البشرية. ماذا نعني بالإمكانيات البشرية؟ هل العنصر البشري مؤهل في هذا المجال الفلاحي أم لا؟ وهذا سنأتي تدريجيا بالشرح. ومن ثم فإن الشغل الشاغل للمجموعات البشرية هو العمل على إيجاد حلول لاستغلال مكونات الطبيعة وإقامة الأنشطة والمظاهر المختلفة التي نعاينها اليوم على أرض الواقع، يعني أن الإنسان هو من يقوم بتحويل هذه الظروف الطبيعية ليجعل منها مجالا فلاحيا كما نشاهده اليوم. إذن مفهوم المجال الفلاحي، ماذا نعني بالمجال الفلاحي؟ إذن سأعطي 3 تعاريف مختلفة لهذا المجال. أولاً، هو كل المساحات الأرضية التي تستغل من طرف الإنسان ويظهر فيها تأثيره، يعني جل المساحات التي يظهر فيها تأثير العنصر البشري، أي أن العنصر البشري قام بتحويل هذه المساحات من أراضي جرداء غير صالحة للزراعة أو للغراسة إلى أراضي صالحة لإقامة نشاط فلاحي معين. النقطة الثانية في مفهوم المجال الفلاحي هو مجموع الأراضي التي تستغلها مجموعة بشرية معينة قصد الحصول على منتوجات فلاحية. وهذه المنتوجات الفلاحية يمكن أن تكون إما حبوب، قطانين، مزروعات شجرية، أشجار مثمرة إلى آخره، وكذلك المراعي. مفهوم آخر للمجال الفلاحي هو المساحة التي يشملها
المفهوم آخر أن المساحة التي يشملها المجال الفلاحي تبقى نسبية في الزمان والمكان. ماذا نعني أن هذه المساحة نسبية؟ أي أنها قابلة للتغيير، أنها يمكن أن تتقلص ويمكنها أن تتسع، وذلك تبعا لمعطيين أساسيين: أولا الظروف الطبيعية، وثانيا تدخل العنصر البشري. وهنا أحيط على تدخل العنصر البشري، لأن له دور كبير في توسيع وفي استغلال المجال الفلاحي. إذا يمكن أن تتقلص أو تتوسع حسب عدة عوامل، منها ما هو طبيعي مثل البيئة الجغرافية ومدى المؤهلات الطبيعية التي تتواجد في المجال، وكذلك العنصر البشري. العنصر البشري نعني بذلك حجم السكان ومستواهم التقني. مثلا سأعطي مثال: في مجال معين تنعدم فيه أو تقل فيه الكثافة السكانية، نجد أن المجال الفلاحي ليس مستغلا كما يجب. لماذا؟ لغياب العنصر البشري. وأيضا المستوى التقني أو تأهيل العنصر البشري يساهم في تطور وفي اتساع المجال الفلاحي. إذن العنصر البشري هو العامل الأساسي في توسيع المجال الفلاحي. إذن كخلاصة لمفهوم المجال الفلاحي، المجال الفلاحي يتسم بتوزيع غير منتظم، بتوزيع غير منتظم. إذن يوزع بشكل غير منتظم، سواء على مستوى القارات أو على مستوى النطاقات المناخية أو على مستوى النظام الاقتصادي السائد. وهنا سأعود إلى الحصة الأولى وسنأخذ مجال المغرب. المجال المغربي نجد أن المجال الفلاحي يختلف حسب المجالات المغربية من جبال هضاب وسهول ومجال صحراوي. إذن كما سبق وأن شرحت في الحصة السابقة، عندما نتحدث عن المجال الفلاحي أي المجال المستغل من طرف الإنسان في الفلاحة، سنجد هناك اختلاف ما بين السهول المناطق السهلية وما بين المناطق الهضبية. وكنت أعطيت نموذج سهول سهل تادلة وسهل الغرب هما منطقتين خصصت لهما ميزانيات جد مهمة فيما يخص إصلاح الأراضي وتوسيع المجال الزراعي والمجال المسقي. فبدأت هاتين المنطقتين تعرف واحد النمو كبير في المحاصيل الفلاحية، وعرفت تطور كبير في الإنتاج الفلاحي، في حين ظلت المناطق الجبلية أو بعض المناطق الأخرى مهمشة فلاحيا. لماذا؟ لأنها ماذا؟ لم تستفيد من دعم الدولة ومن الإمكانيات المتوفرة، في حين هناك بعض المناطق التي تعاني من إشكالات مناخية أو من ضعف المناخ السائد، مناخ غير ملائم لإقامة نشاط فلاحي، وهي المناطق الصحراوية. تعاني من ندرة التساقطات المطرية، تعاني كذلك من تربة ضعيفة إلى آخره، مما يعطينا مجال غير مستغل فلاحيا كما يجب. إذن من هنا يتضح أن المجال الفلاحي توزيعه على سطح الكرة الأرضية يتسم بالتباين، يتسم بالاختلاف، وذلك تبعاً إما للمناخ أو للنظام الاقتصادي السائد. إذن هذا هنا المحور المقبل، سنتطرق إلى توزيع المجال الفلاحي في العالم. إذن كيف يوزع هذا المجال الفلاحي؟ اعتمادا على المناخ، اعتمادا كذلك على مستوى النظام الاقتصادي. إذن سنمر إلى المحور الأول، سأعود إلى هذا الرسم، إلى المحور الثاني. المحور الثاني توزيع المجال الفلاحي في العالم. إذن قلنا أن هذا التوزيع يتسم بالاختلاف والتباين. توزيع المجال الفلاحي اعتمادا على المناخ. إذن هنا غنرجع للرسم السابق، هناك ثلاث نطاقات مناخية، انتبهوا معي. إذن سبق الأستاذ في المناخ أن شرح لكم النطاقات المناخية، وسبق أن تعرفتم على ماذا نعني بالنطاق المناخي.
النطاق المناخي، النطاقات المناخية غنرجع لقاسم لتوضيح أكثر، عاد غادي نرجع ناخذ كل نطاق على حدة. إذا سأعود لقاسم، هنا أتمنى أن يكون قاسم واضح. إذا نحن على دراية أن سطح الكرة الأرضية أو الكرة الأرضية تنقسم إلى تقسم تباعا لخطوط الطول وخطوط العرض. بالنسبة لخطوط العرض نجد أن شكل الكروي للأرض يضم 180 درجة، 180 خط عرض. إذا ملي كنجيو نشوفوا خط الاستواء، انتبهوا معي في الرسم، خط الاستواء يقابله الصفر، يعني على خط الاستواء هناك صفر درجة. إذا ومن هنا غادي نبداو 90 درجة شمال خط الاستواء و 90 درجة جنوب خط الاستواء. إذا ملي كنجيو من صفر ل 30، من صفر درجة ل 30 درجة سواء شمال خط الاستواء وهنا كنوجدوا مدار السرطان، أو صفر ل 30 درجة جنوب خط الاستواء. إذا هنا هذا الجزء الملون بالأصفر هو النطاق الحار. إذا صفر درجة شمال، صفر درجة إلى 30 شمالا أو صفر درجة إلى 30 جنوبا، هذا مجال النطاق الحار. والمنطقة الحارة أو النطاق الحار بماذا يمتاز؟ يمتاز بارتفاع كبير لدرجة الحرارة وبارتفاع حجم كمية التساقطات على مستوى خط الاستواء، وهذا الشيء غنكون كندرسوه حاليا في المناخ لأن هاد الدروس كيكونوا اون باراليل. اذا ملي كنشوفوا النطاق الحار يمتد من 0 الى 30 درجه شمالا ومن 0 الى 30 درجه جنوبا، يعرف ماذا؟ يعرف ارتفاع في درجه الحراره، يضم مجموعه من المناخات، المناخ المداري، المناخ الصحراوي الى الاستوائي الى اخره. اذا المنطقه الحاره ملي كنقولوا منطقه حاره اوتوماتيكمون مباشره كنعرفوا ان الحراره كتعطينا ارتفاع في درجات الحرارة، والارتفاع في هذه درجات الحرارة سيؤثر بطبيعة الحال سلبا على النشاط الفلاحي. ماذا أعني بسيؤثر سلبا على النشاط الفلاحي؟ يعني أن الأنشطة الفلاحية التي ستتواجد على هذا النطاق ستكون في مناطق صحراوية في الصحراء المدارية، ستكون نسبة الأراضي الصالحة للزراعة ضعيفة، بمعنى أن النشاط الفلاحي سيكاد ينعدم في بعض المناطق نظرا لارتفاع درجة الحرارة ولقساوة الظروف الطبيعية. إذا لماذا؟ لقلة أو انعدام التساقطات المطرية، لأن أنا قلت أن التساقطات المطرية تكاد ترتكز على خط الاستواء، لكن في نطاق الحر تكاد تنعدم التساقطات أو تقل. إذا هذا بالنسبة للنطاق الحار أو المنطقة الحارة. أنا أجد أن يجب تعويض المنطقة الحارة بالنطاق الحار. إذا من 0 إلى 30 درجة شمالا ومن 0 إلى 30 درجة جنوبا، هذا هو النطاق الحار. من 30 إلى 60 درجة شمالا ومن 30 إلى 60 درجة جنوبا، دائما جنوب خط الاستواء، نجد هنا النطاق المعتدل. انتبهوا معي جيدا. اذا هذا الرسم خصو يكون دائما عندكم في الاذهان ديالكم، لان كتتضح ان من 0 ل 30 شمالا جنوبا هو النطاق الحار، وانتم غتحاولوا تعودوا الرسم بالايدي ديالكم باش تنطوا في الذاكره، هو نطاق حار. ثم النطاق المعتدل من 60 الى 90 درجه جنوبا. اذا هذا النطاق فيه تتمركز اهم الانشطه الفلاحيه في العالم. لماذا؟ اوتوماتيكمون لانه معتدل. وماذا نعني بالاعتدال؟ الاعتدال يعني الاعتدال في درجه الحراره والاعتدال في التساقطات، يعني كميات مهمه من التساقطات المطريه وكذلك نسب متوسطه ملائمه للحراره تتلائم مع اقامه نشاط فلاحي مهم. اذا هذا النطاق هو النطاق الاكثر خضوعا للاستغلال البشري في العالم. لماذا؟ نظرا لملائمة ظروفه الطبيعية. وهنا ملي كنشوفوه، ملي كنشوفو الخطة كنوجدو الدول الأوروبية، دول أوروبا أنها تتسم ب أو تعرف تطور كبير للنشاط الفلاحي، ألمانيا، فرنسا إلى آخره.
إذا هذا النشاط الفلاحي هو جد مهم في النطاق المعتدل اللي هنا مرسوم على الصورة باللون الأخضر، وهذا الشيء راح أعطيكم تفصيل في المحاضرة وسأعود إلى ذلك. في حين أن من 60 إلى 90 درجة شمالا و 60 إلى 90 درجة جنوبا نجد الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية، أي النطاق البارد، النطاق البارد أو القطبين الشمالي والقطب الجنوبي، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. انتبهوا معي في الرسم، عندما نجد مصطلح الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية على الرسم نجد في المفتاح أنها المنطقة الباردة. إذا منطقة باردة تعرف قساوة الظروف الطبيعية، تعرف تجمد لمياهها طيلة السنة، تعرف برد أو درجة حرارة ما دون الصفر، إذا فهي تعرف قساوة للظروف الطبيعية، للظروف الطبيعية، تربة مجمدة، تجمد المياه، تساقطات ثلجية، إذا انعدام النشاط الفلاحي داخل الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية. إذا هنا من خلال هذا الرسم يتضح أن المناخ له دور أساسي في توزيع المجال الفلاحي في العالم. أنا سأعود إلى نقطة معينة وهي المجال المغربي، انتبهوا معي، وهنا سأركز على شيء سيبقى راسخ في الأذهان. إذا قلت من 0 إلى 30 درجة هي نطاق الحار، ومن 30 إلى 60 درجة هو النطاق ماذا؟ النطاق المعتدل. إذا انتبهوا، أنا لا أدري واش عندي هنا فتح، ولكن أنا غادي نشرح لكم على السبورة. ملي كنوجدوا أن من 30 إلى 60 هي النطاق المعتدل، ومن 0 إلى 30 هي النطاق الحار. غادي ناخذ نموذج المجال المغربي. المجال المغربي هو مجال، ياك، هو مجال أو موقع المغرب. أنا سمحوا لي غادي نتصل غير باش يجيبوا لي فوتر. موقع المغرب يتموقع حسب خطوط العرض، وانتم ما تدخلتوا للديبارتمون دو لا جيوغرافي خصو يكون عندكم دراية مهمة بعض المفاهيم. إذا المغرب يقع حسب خطوط العرض ما بين خطي 21 و 36 درجة مات شمال خط الاستواء. إذا ما بين 21 و 36 درجة شمال خط الاستواء، هذا يعني ماذا؟ أنه يدخل في نطاقين، يدخل في النطاق المعتدل وفي النطاق الحار. واضح؟ إذا ما بين 21 و 36 أن المجال المغربي ما بين النطاق الحار والمعتدل. إذا لهذا داخل المجال المغربي، وهو المجال المعاش والمجال الذي ننتظر أن نفهمه جيدا، إذا ما بين 21 و 36، إذا من 21 إلى 30 من 21 إلى 36 فنحن في النطاق الحار. لهذا نجد أن المنطقة الجنوبية للمغرب، منطقة الصحراء المغربية إلى مشارف الجبال الأطلس الكبير، فهي منطقة تعرف مناخا صحراويا، منطقة تعرف مناخا صحراويا، في حين أن من جبال الأطلس الكبير فما فوق هنا كنوجد أن المنطقة الأخرى ما تبقى من المغرب يعرف مناخ متوسطي، مناخ معتدل. لهذا نجد أن ما يناهز 60% من المجال المغربي هو مجال في النطاق الحار، يعني مجال تقل فيه الأنشطة الفلاحية نظراً لماذا؟ نظراً لعدم ملائمة الظروف الطبيعية. وهذا الشيء اللي خصكم وإن شاء الله مستقبلاً غادي تزيدوا تدرسوه مادة جغرافية المغرب باش نعرفوا لماذا المغرب له نسبة متوسطة من المساحات الصالحة للزراعة، لكن بذلت مجموعة من المجهودات لتحسين وتوسيع هذا المجال. وهنا أسطر على تحسين المجال الفلاحي وتوسيعه.
لارجيك. علاش توسيع المجال الفلاحي؟ لان عندنا بعض المناطق اللي يمكننا نتحداو فيها الظروف الطبيعيه، وهنا غادي نرجعوا للنظام الاقتصادي السائد، هل ياخذ بعين الاعتبار المجال الفلاحي ام لا؟ اذا ساحاول وضع واحد الرسم. اذا ساحاول وضع واحد الرسم. سي بون، ما غاديش نقدر ندير لكم الرسم، انا غنعاود، انا كنت عولا نرسم لكم في الطابلو باش تشوفوا، لكن ماشي مشكل. اذا ديروا معايا ان المغرب ما بين خطي 21 و36 درجه، اي انه ينتمي الى النطاق الحار في المنطقه من 21 الى 30، يعني 9 درجات في المنطقه الحاره وفقط 6 درجات في المنطقه المعتدله. اذا هنا غادي نرجع ونشرح بعجاله. اذا هنا الله يخليكم، لو نيسيسير باش تقدروا تستوعبوا ان المجال الفلاحي يتوزع بطريقه غير متكافئه في بدايه الامر حسب المناخ، خصكم ترجعوا دائما لهذا الرسم التوضيحي وتربطوه بالمناخ، لان راكم كتدرسوا اون باراليل ماده المناخ. اذا سامر، اذا في النطاق الاستوائي، النطاق الاستوائي يعني به خط الاستواء، خط الاستواء، ياك تتميز الفلاحه في هذا النطاق بضعف استغلال واستخدام الاراضي، وذلك راجع لغياب الامكانيات التقنيه ولقصوات الظروف الطبيعيه، ولهذا نجد ان نسبه المجال الفلاحي تبقى ضعيفه بالمقارنه مع النطاق المعتدل. الاعتدال، ربطوا الله يخليكم دائما النطاق المعتدل بالاعتدال، الجو المعتدل يعني الجو اللي كيعرف ارتفاع متوسط في درجه الحراره وكميه مهمه من التساقطات المطريه، حيث لا يتعدى في غالب الاحيان 30% من المساحه القابله للاستغلال الفلاحي. لكن ما يجب الاشاره اليه هو ان تحديد المجال الفلاحي في هذا النطاق، اي في النطاق الاستوائي، تبقى مساله جد صعبه، وذلك لغياب الاحصائيات الدقيقه من جهه، ولعدم وضوح الحد الفاصل بين المجال المستقل. لكن تبقى ان نسبه الفرد من المجال الفلاحي ضعيفه في جل الدول التي يشملها هذا النطاق. النطاق المجال الفلاحي في النطاق المعتدل، اذا يحتوي هذا النطاق على ما يعادل 55% من المجال الفلاحي العالمي، يعني النطاق المعتدل يضم اكثر من نصف المجال الفلاحي العالمي، اي 55%، ويضم ايضا 59% من الاراضي المحروسه في العالم، كما انه يضم حوالي 56% من مراعي العالم. اذا من خلال هذه النسب يتضح ان النطاق المعتدل يشكل النطاق الاكثر خضوعا للاستغلال البشري. اذا هو النطاق الاكثر خضوعا للاستغلال البشري، لكن ما يجب التنبيه اليه هو وجود اختلافات كبرى في توزيع هذا المجال حسب القارات وحسب الدول، بحيث نجد ان هذا المجال يتسع في النصف الشمالي من الكره الارضيه، اي في دول فرنسا، ايطاليا، اليونان، في حين نجده قليلا او ينقص في النصف الجنوبي من الكره الارضيه. وهنا سنربطه بماذا؟ بالنظام الاقتصادي السائد، وهذا سما نحاول الاجابه عليه فيما بعد. اذا هنا النطاقات البارده والجافه. إذا النطاقات الباردة، عندما أتحدث عن النطاقات الباردة تشمل القطبين الشمالي والجنوبي، أي ما بين 60 إلى 90 درجة شمالا و 60 إلى 90 درجة جنوبا، والصحاري المدارية، حيث نسبة الأراضي المزروعة لا تتعدى 5% من المجموع، بمعنى أن النشاط الفلاحي تقريبا منعدم، ويرجع ذلك الى قساوه الظروف الطبيعيه، اي انخفاض كبير لدرجه الحراره في النطاق القطبي الشمالي والجنوبي، وقله وانعدام التساقطات في المناطق في النطاق الحار، اي في المناطق الصحراويه. اذا كخلاصه، هذا لا يعني ان هذه العوامل لها سلطه مطلقه في تحديد المجال الفلاحي، اي ان العامل المناخ ليست له السلطه المطلقه في تحديد المجال الفلاحي. ومن هنا تطرح الاشكاليه، هل يمكن من الناحيه التقنيه، اذا سنتجاوز الظروف الطبيعيه، لان الانسان
نظرا للمستوى التقني الكبير الذي وصل له الى المعارف التقنيه والتكنولوجيا الى اخره، استطاع الانسان اخضاع الطبيعه. ماذا اعني باخضاع الطبيعه؟ اي انه استطاع التحكم في الطبيعه واخضاعها لسلطته. اذا من هنا تطرح الاشكاليه التاليه: هل من الناحيه التقنيه يمكن ايجاد تقنيات اعتمادا على البحث العلمي لمعرفه كيف يمكن للانسان ان يخضع الطبيعه؟ يخضع الطبيعه اي ان يستغل الظروف الطبيعيه لصالحه رغم قساوتها. اعني بذلك هل هناك منتوجات تصلح لمناطق دون اخرى؟ وهذا ما سنبحث عنه لاحقا. اذا شفنا فيما سبق توزيع المجال الفلاحي حسب المناخ، ياك الحاليه ما نشوفه حسب النظام الاقتصادي السائد. اذا حسب النظام الاقتصادي السائد، سامر على هذا بعجاله شيئا ما. اذا هناك العوامل المحدده للمجال الفلاحي كيف ما قلنا سابقا، هي ليست مطلقة وإنما نسبية. إذا تبقى العوامل المحددة للمجال الفلاحي نسبية وغير العوامل المحددة للمجال الفلاحي ليست مطلقة وإنما نسبية وتترجم واقعا فلاحيا ناتجا عن التوازن بين معيقات الوسط الطبيعي وبين قدرة الإنسان على توسيع المجال المنتج. ونقصد بهذه الأخيرة أي المستوى الاقتصادي السائد، نقصد به الظروف التقنية أو الإمكانيات التقنية، نقصد به حجم الرأسمال أي حجم الرسامين الموجهة للفلاحة، نقصد به أيضا الإدارة السياسية، الإرادة السياسية المتمثلة في المجهودات المبذولة. وحنا مثلا في المغرب نعرف أن عندنا المعهد الجامعي للبحث العلمي، عندنا وزارة الفلاحة عندها مراكز خاصة للبحث العلمي في المجال الفلاحي. الهدف ديال هذه المراكز ديال البحث العلمي هو إخضاع الطبيعة، هو معرفة كيف يمكن التحكم في الظروف الطبيعية من أجل إيجاد مناطق قادرة على الاستغلال فلاحيا. إذن وهنا أيضا المؤهلات الفلاحية، المؤهلات الفلاحية تبقى كل ما هو طبيعي، أي هل الظروف الطبيعية ملائمة لإقامة نشاط فلاحي معين أم هي غير ملائمة؟ إذن يفرز هذا المؤشر مجموعتين من الدول. مجموعة أولى تتميز باستغلال مكثف للمجال الفلاحي يعني على مستوى النظام الاقتصادي، ومجموعة ثانية تمتاز أو سمتها الأساسية هي هزالة المجال الفلاحي وضعف مردودية الفلاحية. إذن فيما يخص المجموعة الأولى حسب النظام الاقتصادي السائد، هذه المجموعة تتميز باستغلال مكثف لمجالها الفلاحي وبمردودية فلاحية عالية. إذا انتبهوا معي، أنا لخصت ما جاء في المطبوع اللي أعطيتكم، المطبوع الثالث. إذا المجموعة الأولى، مجموعة الدول الأولى، تتميز باستغلال مكثف للمجال الفلاحي وبمردودية فلاحية عالية. تنطبق هذه المجموعة على بريطانيا، على هولندا وفرنسا، حيث أن نسبة استعمال التربة جد مرتفع، مما ينعكس على معدل الأراضي الفلاحية لكل فرد. شنو معدل الأراضي الفلاحية لكل فرد؟ يلا مويان معدل لكي توفق لكل الفرد من الأراضي الفلاحية. هذه المعدلات نجدها مرتفعة في دول النطاق المعتدل وفي الدول ذات النظام الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار المجال الفلاحي من ظروف تقنية وحجم رأسمال إلى آخره. إذن ففي كندا نجد 4 هكتارات لكل شخص، معدل الأراضي الفلاحية 4 هكتارات لكل شخص، 2.5 في الولايات المتحدة. فيما بعد غنشوف في دول العالم الثالث أو الدول التي لا تسخر إمكانياتها الاقتصادية للفلاحة، سنجد أن هذا المعدل، أي معدل الفرد من معدل الأراضي الفلاحية لكل فرد، نجده جد هزيل، لا يتجاوز بعض الأحيان 4.3 أو 4.4 هكتار لكل فرد. إذن هذه المجموعة الأولى،
المجموعة الأولى التي تسخر ظروفها التقنية وتسخر رساميل مهمة وتقوم ببحث علمي مكثف في المجال الفلاحي ولديها مؤهلات فلاحية جد ملائمة، هذا هو الاستغلال ديال الأراضي الفلاحية. في حين هناك مجموعة ثانية، المجموعة الثانية سمتها الأساسية هي هزالة المجال الفلاحي بشكل عام والانتمائية المجالية التي تترتب عنها فوارق جهوية صارخة، وعليه فإن نسبة استعمال التربة بهذه البلدان لا يتعدى 27%. إذا استعمال التربة في هذه البلدان 27%، في حين في المجموعة الأولى لقينا أن استعمال التربة يصل إلى 78% في بريطانيا و 70% في هولندا. أما معدل الأراضي بالنسبة لكل شخص اللي وجدناها في كندا 4 هكتارات لكل شخص، نجدها في دول العالم الثالث أو الدول المتخلفة نجدها لا تتعدى 0.3 هكتار بأندونيسيا والهند والباكستان. إذا في المقابل نجد أن مساهمة الفلاحة في الدخل القومي أو في الدخل العام تكون مرتفعة في الدول المتأخرة وتكون متوسطة في الدول المتقدمة رغم أن لها نسبة استعمال الأراضي مرتفع. لماذا؟ هذا يدل أن اقتصاديات العالم الثالث منها لها صلة كبيرة بالقطاع الفلاحي، لأنها دول غير مصنعة لا تتجه إلى القطاع الثاني والثالث كعماد للاقتصاد نظراً لضعف مؤهلاتها الاقتصادية. إذن هناك فوارق واضحة فيما يخص توزيع المجال الفلاحي على مستوى النظام الاقتصادي السائد. النظام الاقتصادي السائد يسخر جل مقوماته وإمكانياته لكي يستطيع إخضاع الطبيعة في الدول المتقدمة، لكن دول العالم الثالث نجد أنها تعاني من ضعف وتأخر في المجال الفلاحي. إذن توزيع المجال الفلاحي على مستوى القارات، القارات هذا التوزيع له صلة بالمناخ السائد. إذن القارات التي تتواجد في النطاق الحار فهي تعرف ضعف في المجال الفلاحي، في حين أن القارة الأوروبية على سبيل المثال التي تتمركز في قلب النطاق المعتدل فهي تعرف مجال فلاحي مرتفع. إذن يظهر عدم تكافؤ في توزيع المجال الفلاحي، حيث تتصدر أوروبا جميع القارات بنسبة 44% من مجموع مساحتها. إذن المجال الفلاحي في أوروبا هو 44% بالنسبة لمجموع مساحة البلاد، في حين أنه 30% في أفريقيا، 6% بأستراليا، 31% بالقارة الآسيوية، و 11% بأمريكا الشمالية. إذن ينطبق التوزيع المتفاوت ولا متكافئ كذلك على المساحات المزروعة والمحروسة. إذن سأمر هنا غنجي أعطينا تعريف ما هو المجال الفلاحي، وعرفنا أن المجال الفلاحي يختلف عن المجال الريفي، لأن المجال الريفي تظهر به جل المرافق المرتبطة بالنشاط الفلاحي من سكن وطرق شبكات الري إلى آخره، في حين هو شمولي، في حين أن المجال الفلاحي يضم فقط الأراضي الموجهة للزراعة والغراسة ولتربية المشية. إذن انتقلنا من المجال الريفي اللي هو جغرافية الأرياف بصفة عامة، ركزنا على المجال الفلاحي لأنه العنصر الأساس في هذا المجال الذي استطاع الإنسان تحويله وتحسينه وبه وعن طريقه وبه نزود بحاجياتنا الأساسية من الغذاء. عرفنا ما هي المجال الفلاحي، توزيعه عبر العالم هو توزيع غير متكافئ تبعا لمجموعة من المعطيات، نظم اقتصادية سائدة على حساب على مستوى القارات على مستوى النطاق المناخي السائد. هنا سنعمل على شرح كيفية توسيع المجال الفلاحي. ماذا أعني بتوسيع المجال الفلاحي؟ يعني نوسع من رقعة المجال الفلاحي. هناك مجموعة من الوسائل التقنية لتوسيع هذا المجال. هناك الجتات، هناك توسيع المراعي، هناك الري ليريغاسيون، وهناك تجفيف المستنقعات. وتجفيف المستنقعات هي ظاهرة كنعرفوها احنا جيدا ساكنة منطقة الغرب. منطقة الغرب هي منطقة كانت تعرف فيضانات
قبل إنشاء سد الوحدة. هذه الفيضانات كانت لها انعكاسات سلبية على الأراضي الصالحة للزراعة، إنها في الفترة المطيرة تغمر هذه الأراضي بالمياه، مما يجعلها غير صالحة لإقامة أنشطة فلاحية. لكن بتدخل الدولة، هنا نجيب النظام الاقتصادي السعيد، بتدخل الدولة استطاعت الدولة تجاوز هذا المشكل. بناء سد الوحدة حمى منطقة الغرب من الفيضانات، جففت هذه المستنقعات لأنها في منطقة ساحلية منخفضة، وأقيمت بها أنشطة فلاحية مهمة أصبحت تدر دخل كبير على المستوى الاقتصادي، وبدأت تساهم في مبادلات التجارية الفلاحية مع الدول الأوروبية ودول الدول الخارجية. إذا هنا غادي نشوفوا كيف يمكن توسيع المجال الفلاحي، توسيعه وتحسينه، لاميليوراسيون ديال المجال الفلاحي، يعني تحسين جودة هذا المجال الفلاحي. إذا هناك كما قلت مجموعة من الوسائل التقنية المستعملة من أجل توسيع هذا المجال. شوفوا هنا ملي كنشوفوا هذه المفاهيم، هي مفاهيم معاشة، انتبهوا معي. جغرافية الأرياف في الدراسة ديالها هي الجغرافيا ككل كتدرسوا ظواهر معاشة ومعاينة. أي ظاهرة كتدرسوها، إلا كتدرسوا المناخ كتعرفوا أن هناك تساقطات، شنو هي الأسباب اللي عطاتنا التساقطات، شنو كذلك في المجال الفلاحي. المجال الفلاحي حنا عارفين المجالات الريفية في المغرب، فيها طرق، فيها سكن متشتت، فيها إلى آخره، فيها مجال صالح للزراعة، هناك فيها مراعي غير مخصصة للزراعة، إذا هي أشياء معاشة سهلة. إذا الله يخليكم تكونسونطراو مع لي كور، ردوا بالكم مزيان لأن الأمر هو سهل. إذا هنا غادي نجيو وغادي نشوفوا توسيع المجال الفلاحي، انتبهوا معي الله يخليكم، خليكم معايا غير في لي ديابو. يعتبر التزايد الديموغرافي السريع لساكنة العالم، إذا بعد الثورة الصناعية عرفت ساكنة العالم تزايدا ديموغرافيا كبيرا. يعتبر هذا التزايد أهم عامل لتوسيع رقعة المجال الفلاحي. لماذا؟ لأن الحاجيات الغذائية للساكنة أصبحت في تزايد كبير. ارتفاع عدد ساكنة العالم شنو يعطينا؟ يعطينا ارتفاع في الحاجيات الغذائية. كل ما ارتفعت عدد السكان إلا كترتفع الحاجيات الغذائية ديالهم. وأنا كيف ما شرحت لكم الحصة السابقة، إلا خدينا غير نموذج المغرب، لأن أنا دائما أريد ربط المجال الفلاحي والمجال الريفي بالمجال المغربي. ساكنة المغرب عرفت تطورا ديموغرافيا كبيرا. إذا قارنا قلت لكم أول إحصاء، وما كانش إحصاء قبل دخول المستعمر الفرنسي، كانت غير ديستيماسيون توقعات حول ساكنة المغرب. إذا توقع المستعمر الفرنسي أن ساكنة المغرب تصل إلى 5 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين، يعني في 1900 أعطى أن ساكنة المغرب 5 ملايين نسمة. إذا هذا التطور أصبح سريعا جدا، حين أن في 2014 ولا غناخذ غير في 2004 وصلت ساكنة المغرب إلى 30 مليون نسمة. إذا في ظل قرن من الزمان، في قرن يعني في 100 سنة، تضاعفت ساكنة المغرب 6 مرات من 5 مليون إلى 30 مليون نسمة. إذا هذا التطور الديموغرافي السريع والارتفاع الكبير لعدد الساكنة أعطى حاجيات متزايدة على الغداء. إذا وقد تم تحسين الأساليب الزراعية سواء تعلق الأمر بالتقنيات المستعملة بالري وفي ضخ المياه وتكتيف وسائل تخصيب التربة ووسائل انتقاء البذور وتقنيات أخرى ساعدت على توسيع الرقعة الزراعية. إذا كيف توسعت الرقعة الزراعية بالمغرب؟ أنا أخذت لكم مثال جفيف المستنقعات منطقة الغرب. إذا أخذنا مثلا الري، الري أو ليريغاسيون، نجد أن الدولة المغربية في هذا القرن من الزمان اللي أنا ربطت لكم ما بين 1900 اللي كانت 5 مليون نسمة و2004 اللي وصلت 30 مليون نسمة، أي تضاعفت بست مرات من 5 إلى 30، صافي ست مرات باش تضاعفت ساكنة المغرب. غنوجد أن الري، حنا كيف ما قلت لكم ننتمي إلى النطاق الحار في القسم الجنوبي من المغرب والنطاق المعتدل في القسم الشمالي. إذا شنو عندنا؟ عندنا كمية تساقطات مطرية مهمة من جبال الأطلس الكبير فما فوق، في حين جنوب المناطق الجنوبية تعاني من ضعف التساقطات المطرية. هذه التساقطات المطرية بدورها في المجال المغربي تتسم بعدم الانتظار، وأن فيها واحد
عندنا دائما هاجس الجفاف، لانه مطنخ متوسطي سمته الاساسيه الجفاف، هو في البنيه ديالو عندنا الجفاف. اذا لتجاوز هذا الجفاف ياك شنو عندنا؟ اصبح عندنا الري، هي السقي، الري اي السقي. رجعنا شنو هي السياسات؟ هي سياسات بناء السدود اللي قام بها الرحيل الحسن الثاني قبل، هي سياسه بدات قبل الاستقلال ولكن اصبحت ذات اولويه كبيره في المغرب المستقل، اصبحت ذات اولويه كبيره في المغرب المستقل. اذا من 1967 لدابا استطعنا سقي مليون هكتار بفضل ماذا؟ بفضل سياسه بناء السدود. بناء السدود لماذا بناء السدود؟ قمنا شنو هو السد؟ هي منشأة مائية تخزن مياه التساقطات، تخزن مياه التساقطات المطرية حماية لمناطق أخرى من الفيضانات. إذا حنا هاد التقنيات اللي اتخذها المغرب، أنا كنعطي نموذج المغرب من أجل توسيع وتحسين مجاله الفلاحي، حنا خدينا الري، أن جمعنا المياه الأمطار في منطقة معينة في المناطق التي كتعرف تساقطات مطرية مهمة، تم تجميع مياه الامطار في شكل سدود، هذه السدود استعملت مياهها للري، ولهذا نجد ان سياسه سقي مليون هكتار التي ناجها الرحيل الحسن الثاني كان الهدف ديالها سقي المليون هكتار، سقي المناطق التي تعرف تساقطات مطريه قليله. و نعتبر ان الجفاف غيكون شيعا، اذا ندخر المياه سنه المطيره الى السنه الجافه. اذا الري وتجفيف المستنقعات، ماذا نعني بتجفيف المستنقعات؟ انا قلت لكم ان منطقه الغرب، عطيتكم نموذج منطقه الغرب، منطقه الغرب جففت مستنقعاتها، لماذا؟ لانها كانت تعرف، هي مناطق منخفضه كانت تعرف تساقطات مطريه مهمه كتؤدي لنا الى ماذا؟ الى ان هذه المناطق كتعرف غرق. اذا هذا التطور الحاصل على مستوى التقنيات ادى الى رغبه في زياده الانتاج من حيث الكميه والنوعيه. اذا هذا التطور حاصل على مستوى التقنيات ادى الى رغبه الى ماذا؟ الى زياده في الانتاج، زياده في الانتاج الفلاحي. انتبهوا معايا وخليكم الله يخليك تشوفوا لو ديابو ديما، تشوفوا معايا الباوربوينت. زياده الانتاج غتعطينا الرغبه في زياده الانتاج من حيث ماذا؟ الكميه والنوعيه. الكميه يعني لا كونتيتي، إذا كنا كنتجو مثلا 5 ديال القنطار، 5 قناطر في الهكتار، إلى ولا عندنا الري ولا عندنا السقي وجففنا المستنقعات وعندنا ظروف ملائمة واستعملنا البذور ووسائل تخصيب التربة، لأن تاليزون كغي وسائل تخصيب التربة عرفوا واحد التطور. إذا إذا توفرت لنا الظروف الملائمة التقنية والطبيعية سنسعى إلى ماذا؟ إلى الرفع من كمية الإنتاج. مثلا الهكتار إلا كان عندنا كده 5 طن غنوليو نستعملو بزاف وسائل البذور ياك ووسائل تخصيب التربة، غترتفع من 5 ولا 6 الهكتارات إلى 10، من 5 طن إلى 10 طن مثلا. والنوع كذلك، إذا عرفنا واحد الارتفاع في النوع، شنو معنى النوع في الإنتاج الفلاحي؟ أنه أصبح عندنا تنوع في الإنتاج الفلاحي، سواء في الحوامض أو في البواكر أو في الأشجار المدمرة. إذا ولا عندنا واحد التنوع كبير، لماذا؟ لماذا ولا عندنا تنوع كبير؟ لأن أصبح لدينا تقدم تقني في وسائل وآليات استغلال واستعمال التربة. وغنجيو لهذا فيما بعد، غنشوفوا أن مجموعة من النباتات ولات والمغروثات ولات كتغرس عندنا في المغرب. لماذا؟ لأننا وفرنا مجموعة من الظروف الملائمة. غناخدو مثلا الموز، غناخدو غير مثال الموز. الموز فيما سبق حتى بداية الثمانينيات وأواخر الثمانينيات كان الموز فقط مستورد من الخارج، لكن حنا عندنا أصبح حاليا الموز بثمانين بخس يتجاوز إلى 7 دراهم. لماذا؟ لأننا وفرنا الآليات التقنية ياك لزراعة هذه الفاكهة. وشنو هي؟ وفرنا لسير، البيوت المغطاة، هذه البيوت المغطاة تتطلب درجة حرارة، ووفرنا كذلك وسائل انتقاء البذور، ووفرنا تخصيب التربة. إذا شنو أدى لنا التطور الحاصل على مستوى التقنيات؟
التقنيات المستعمله. كيف ما قلت شنو هي التقنيات المستعمله؟ الري، اي السقي، وسائل تخصيب التربه، التقاء البذور الى اخره. شنو وفرتنا؟ زياده في النوع وفي الكم، نزيدوا من الكميه المنتوجه وفي النوع، يعني اصبحت هناك مجموعه من الزراعات الجديده داخل المجال المغربي التي توفرت نتيجه التطور التقني في المجال الفلاحي. اذا حتى لا اطيل، كما ادى هذا التطور الى ربط الاقتصاد بالسوق. اقتصاد السوق هو الاقتصاد الذي تحدده حاجيات العرض والطلب. اقتصاد السوق هو اقتصاد لا تتدخل فيه الدولة، ولكن يحدده ماذا؟ يحدده العرض والطلب. شنو كنعرضو وشحال كاين الطلب عليه، ليفرض على الفلاح توسيع مجاله الزراعي بغية انتاج اكثر لمواجهة الطلب المتزايد. اذا هذه الفقرة راه كتشكل واحد الموضوع مقالي جد مهم. اذا كنربطو التوسع، تزايد الديموغرافي السريع، بالارتفاع الكبير لحاجية السكان، بالتقدم التقني واستعمال الآلات المخصبات إلى آخره. ثالثا بماذا؟ بارتفاع أو بزيادة الإنتاج كما ونوعا. الكم، لا كونتيتي، والنوع، لا كاليتي. إذا هنا أنا عطيتكم غير نموذج البنان، الموز، ولا رجعتوا المواد أخرى. غير في الفواكه، مجموعة من الفواكه ما كانتش كتواجد في السوق المغربية، كانت مستوردة وبثمن مرتفع، لكن حاليا ولينا كنوجدوا مجموعة من الفواكه المدارية اللي ولات كتواجد عندنا في المغرب. إذا غادي ما غندخلش في ديتاي بزاف لأن باقي هذا الموضوع غادي نرجعوا له فيما بعد. تبقى الوسائل التقنية لتوسيع المجال الفلاحي متعددة. الوسائل التقنية ياك متعددة، مثل وسائل الري، الري يعني السقي، التسميد، إدخال أصناف نباتية جديدة تلائم الظروف المناخية، وتجفيف المستنقعات وغيرها. إذا هنا من بين الوسائل التقنية المستعملة لتوسيع، الله يخليكم ردوا بالكم على الوسائل التقنية لتوسيع رقعة المجال الفلاحي، توسيع المجال الفلاحي. إحنا دابا ما كنوجدوش، غير كنوسعوا، كانت عندنا أن هكتار، غتولي عندنا 10 هكتارات. الوسائل التقنيه المستعمله لتوسيع المجال الفلاحي غنوجدوا هناك الاجتثاث. الاجتثاث نقصد به ازاله الغطاء النباتي الاصلي بغيه اقامه زراعه معينه. اذا هناك من يستعمل في المناطق الاستوائيه مثلا تضرم النار لحرق الغابه لكسب اراضي زراعيه جديده. الاجتثاث هو لو ديفريشمون. توسيع المراعي، شنو هو توسيع المراعي؟ الهدف منه القضاء على بعض الأعشاب الضارة ياك بالقطع أو الكسر، حتى يمكن للماشية أن توسع تصل إلى جميع هذه المناطق الرعوية. توسيع المراعي، الري هي عملية جميع المياه وسقي المزروعات، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد المائية. هادشي كنوجدو في المناطق الجنوبية في المغرب مثلا، في منطقة الرشيدية، في مناطق الواحات، هي مناطق واحية تعاني من ندرة التساقطات المطرية، لكن بها بعض الزراعات. منين كتجينا هاد الزراعات؟ عن طريق الري أو السقي، يعني تسقى بالمياه المجمعة في السدود أو مياه المجاري المائية. هذا الري أو السقي خصنا نفرزو به ما بين جوج أنواع، يكون عندنا المعنيين، الري بالمياه السطحية والري بالمياه الباطنية أو الجوفية. شنو كنعنيو بالمياه السطحية وبالمياه الباطنية؟ المياه السطحية هي المياه التي تركض على سطح الأرض. مثلا هنا ملي كنقول لك واد سبو، كنسقيو من واد سبو، يعني ماء سطحي يرى بالعين، مياه سطحية. وملي كنقول لك المياه السطحية كذلك، إذا شفنا السد كيف ما قلت لكم منشأة مائية جمعت فيها المياه، كنسقيو من السدود. لكن عندما نقول أننا نستعمل السقي أو الري من الفرشة المائية الباطنية أو المياه الباطنية، ماذا نعني بذلك؟ نعني بذلك أن نضخ الماء من الآبار أو من الفرشة المائية الباطنية. يعني إحنا كنعرفوا باطن الأرض به المياه، شنو كنديروا؟ البئر. كتعرفوا كلكم شنو هو البئر؟ البئر هو واحد الماء كنبقاو نحفروا حتى كنلقاو الماء. إذا ملي كنستعملوا واحد لاماشين ديال الضخ، واحد الآلة لضخ المياه باش نجبدوا الماء من باطن الأرض، هنا كيتسمى استعمال المياه الباطنية. إذا تجفيف المستنقعات
وهي تقنية شرحتها لكم كاينة في منطقتنا منطقة الغرب، هي تقنية يتم من خلالها إزالة المياه من المناطق المنخفضة، الجفاف كنجففوها باش تصبح سيش. إذا ما هي العوامل المتحكمة في توسيع وتحسين المجال الفلاحي؟ الله يخليكم، واحد النقطة مهمة دائما، الله يجازيكم بخير ملي تكونوا كتقراو، نقراو العنوان كما يجب، العوامل، لأن العنوان هو ملخص لما سيأتي في المضمون. إذا انتبهوا معي، العوامل يعني لي فاكتور، أن هناك مجموعة من العوامل، هذه عوامل تتحكم في ماذا؟ في توسيع، مجموعة من العوامل تتحكم في التوسيع وفي تحسين المجال الفلاحي. إذا كيف ما تشوفوا معايا، يتميز المجال الفلاحي بالدينامية، بدل من المجال الفلاحي يتميز بالدينامية، لأن أنه ديناميك، يتغير حسب الزمان والمكان وقابل للتغير. إذا يتميز المجال الفلاحي بالدينامية، فهو مجال قابل للتوسع تبعا لحاجيات المجتمع من الإنتاج. والتاريخ الفلاحي للإنسانية يوضح بجلاء المجهودات التي بذلت من أجل تكييف الطبيعة، حيث انتقلت المجتمعات من القطف والقنص إلى اكتشاف المحرات، أي أن الإنسان هو الذي أخضع الطبيعة لصالحه، فبدلا من التنقل فهو باكتشافه لعناصر الطبيعة وبإخضاعه للطبيعة، بدل التنقل والترحال عرف الاستقرار. لكن ما يجب التركيز عليه هو تنوع وتضاخل العوامل المحددة للمجال الفلاحي. إذن هنا تضاخل وتنوع العوامل المحددة للمجال الفلاحي التي تصنف إلى ما هو ثانوي تبعا للوضعيات الاقتصادية السائدة ولنمط الإنتاج السائد في بلد معين. وتبقى أهم العوامل المحددة لتوسيع وتحسين المجال الفلاحي هي، إذن أهم العوامل، أنا شرحت العنوان، العوامل المتحكمة في توسيع وتحسين المجال الفلاحي هي المؤهلات الطبيعية. أول شيء لتحسين وتوسيع المجال الفلاحي يجب التوفر على مؤهلات طبيعية ملائمة. ماذا يعني بالمؤهلات الطبيعية ملائمة؟ إحنا في الطبيعة ياك عندنا، انا نعطيو مثال المزروعات، وانا راني حطيتها لكم في الكوك، غنعطي غير مثال القمح. يمكننا ننجو في هذه المنطقه وما يمكنناش ننجو في هذه المنطقه، لماذا؟ لانه لا يتحمل الجمد مثلا، ما كيتحملش مهندس ناقص 10 درجات ما كيتحملهاش. النخيل كلشي كيعرف النخيل، النخيل ملي كنقولوا النخيل كنربطوا النخيل بمناطق الصحراويه ومناطق الواحات. إذا قلت درجة الحرارة عن 15 درجة يعني نهاية النخيل، ما يمكنناش ينتج النخيل التمور إذا قلت لنا درجة الحرارة على 15 درجة، ما كيبقاش إنتاج ديالو. الزيتون يتضرر يعني ما كي لا يقاوم كثيرا المناطق التي تعرف درجة الحرارة ما دون الصفر. إذا المؤهلات الطبيعية هي التي تحدد نوعية النشاط الفلاحي السائد. أعطوا مثال الأرز. الأرز لا يثمر إذا عدلت درجة الحرارة 30 درجة. قصب السكر اللي إحنا في منطقة الغرب كنعرفوه، العدو ديالو هو التجمد. إذا كانت التجمد، متى يكون التجمد؟ درجة حرارة الصفر. ما دون صفر كيبدا التجمد، ياك؟ إذا كان التجمد قصب السكر في خبري كان. مثلا الاشجار المثمره، مثلا الاشجار المثمره، نعطيو نموذج الاشجار المثمره. ناخذ نموذج التفاح. حنا كنعرفوا المناطق المغربيه، انا كنهضر على المغرب وهذا ينطبق على دول العالم. التفاح ما يمكنش ننتجو هنا في قناتنا، لا، فين كينتج التفاح؟ في المناطق الجبليه، لان في مرحله الازهار ديال النبته ديالو خص درجه الحراره تكون ما دون الصفر. إذا فين كنلقاو التفاح؟ في المناطق المغربية، في مناطق مرتفعة اللي كتعرف درجات ما دون الصفر. مثلا كنلقاو في والماس، في الأطلس المتوسط، في الأطلس الكبير، في جبال الريف، لكن في المناطق ما دون ذلك ما يمكنش نلقاو.
إذا النشاط الفلاحي مرتبط ارتباط وثيق بالمؤهلات الطبيعية وخصوصا بالمؤهلات المناخية، وعندما أقول المناخ أفتح القوسين الحرارة والتساقطات. هنا عطيتكم نماذج للقمح والأرز ديال قصب السكر ديال النخيل ديال التفاح فما إلى ذلك. إذا المؤهلات الطبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوسيع وتحسين المجال الفلاحي. إذا أنا راني عطيتكم فيما غتوجدوا عندكم المعطيات، غتوجدوا عندكم معطيات المؤهلات الطبيعية للقراءة. الإصلاح الزراعي والتقدم التقني، ماذا نعني بالإصلاح الزراعي؟ الإصلاح الزراعي كان له هدفين، نشوفوا واش عندك. نعم، إذا المؤهلات الطبيعية نعطيتها. الإصلاح الزراعي والتقدم التقني، إذا أنا شرحت المؤهلات الطبيعية يشكل النشاط الفلاحي أساس الحياة التجارية، فهذا النشاط يتميز عن باقي الأنشطة ببعض الخصائص. أولاً أنه يقوم بتعبئة مجالات واسعة ذات مميزات طبيعية معينة وبيولوجية ومناخية. ثانياً لا يكون نشاط فلاحي بشكل مسترسل وإما بشكل متقطع. ثالثاً تضع الظروف الطبيعية حدوداً جغرافية للمزروعات، ولهذا نتحدث عن مجال إنتاج الزيتون والحوامض والبواكر. إذن فمن المعلوم أن النشاط الفلاحي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف المناخية، بمعنى أن لكل نبتة أو مزروع متطلبات خاصة من الحرارة والرطوبة. جيد، إذن كل نبتة أو محصول زراعي معين إلا وله ارتباط وثيق بالحرارة والتساقطات، أنه ينتج هنا ولا ينتج هنا نظراً للتساقطات والحرارة التي يتطلبها. إذن هنا النقطة الثانية المتحكمة في توسيع وتحسين المجال الفلاحي، الإصلاح الزراعي والتقدم التقني. نعود إلى العنوان. دائما الله يخليكم واحد العلاقة مع العناوين. الإصلاحات الزراعية والتقدم التقني. إذا الإصلاح الزراعي، ماذا نعني بالإصلاح؟ أي إصلاح، من كنقولوا إصلاح أننا كننتقلوا من واحد البنية تقليدية قديمة إلى بنية جديدة بمواصفات جديدة. إصلاح التعليم، يعني سنتخلى عن مجموعة من الأشياء وسنتخذ مجموعة من لنوفوتي من المسائل الجديدة. يعني ماذا الإصلاح الزراعي؟ الإصلاح الزراعي يعني تحول في قوانين زراعية، تحول في البنية الزراعية. ماذا نعني الإصلاح الزراعي؟ نعني الانتقال من بنية زراعية إلى بنية زراعية جديدة. العديد من الباحثين يعتبرون أن الإصلاح الزراعي هو نتاج لقرار طبقة اجتماعية يعبر عنه حزب أو دولة، والحقيقة أنه غير ذلك. فما من شك أن طبقة اجتماعية أو دولة يمكنها إقرار إصلاح زراعي، الأولى تنفذ والثانية تسن القوانين وتطبقه، إلا أن هذه القرارات ليست مستقلة بل هي نتاج لضغوطات اجتماعية. خلاصة، الإصلاح الزراعي هو ناتج لماذا؟ ناتج لضغوطات وإكراهات اجتماعية. لماذا؟ لأن هناك تفاوت كان في الملكيات، لأن كانت أي دولة كتعرف تفاوت في ملكيات الأراضي، وهنا كان سطر لأنه كانت هناك فئة ليس لها الحق في تملك الأراضي. شوف تاريخ العالم كله. لكن الإصلاح الزراعي جاء للحد من التفاوت في توزيع ملكية الأراضي ولتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين حتى يتسنى لهم الدخول في هذا النظام الاجتماعي. إذن الإصلاح الزراعي يعتبر حالة خاصة من التحولات الزراعية، إذ تتدخل الدولة كعنصر بنيوي نشيط. هذا الإصلاح يقوم بنقل البنية الزراعية من حالة إلى حالة أخرى. ما هي دوافع الإصلاح الزراعي في العالم؟ أنا أعطيكم نموذج المغرب ولكن غنهضروا على العالم. ما هي دوافع الأساسية للإصلاح الزراعي؟ أن هناك حصول تفاوت كبير في توزيع الملكية كما ذكرت، واستحالة وصول فئة كبيرة من الفلاحين إلى الملكية. كانت العبيد كانت عندهم استحالة الوصول إلى الملكية، هما تابعين دائما للسلطان ديالهم. الضغط الديموغرافي واختلال التوازن بين العرض والطلب على الأرض وازدياد الحاجيات الغذائية. إذن نتج عن هذه الأسباب ضغط اجتماعي وحركات احتجاجية للفلاحين. إذن الفلاح في العصور الفيوضالية إلى آخره كان دائما تحت رعاية السيد، يخدم الأرض مقابل مبلغ معين، وليست له الحق
ليس له الحق في تملك الأرض. إذن تزايد العرض والطلب على الإنتاج الفلاحي سيحدث خلل اجتماعي، خلل اجتماعي، وستقوم هذه الفئة المهمشة من الفلاحين بحركات احتجاجية. إذن لن ندخل في التفاصيل، هذه الحركات الاحتجاجية ستنتهي بماذا؟ ستنتهي بإصلاح زراعي. إذن الإصلاح الزراعي في المغرب مثلا كان أنه توزعت الأراضي المسترجعة، توزعت على صغار الفلاحين. أنا غادي نجي فيما بعد نشرح هذا الشيء. إذن الأهداف، إذن احنا عندنا دوافع الإصلاح الزراعي، الأهداف ديالو، أهداف الإصلاح الزراعي هي أهداف اجتماعية واقتصادية. الهدف الاجتماعي هو إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الصغار من خلال عدة إجراءات قانونية وتنظيمية. هذا هدف اجتماعي، لأن هذه الفئة المهمشة من المجتمع الريفي قامت باحتجاجات نتيجة تأزم وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية. إذا المظهر الاقتصادي للإصلاح الزراعي هو تحسين ظروف الإنتاج الفلاحي والزيادة في مردودية الحيازات الفلاحية. إذا الهدف الاقتصادي من الإصلاح الزراعي، هدف اقتصادي ايكونوميك، يعني ما هو الهدف الاقتصادي؟ هو الزيادة في الإنتاج الفلاحي وفي مردودية الفلاح. يهدف الإصلاح من الوجهة الاقتصادية إلى توفير كميات قابلة للتصدير. مجموعة من الدول اقتصادها يعتمد على تصدير المنتجات الفلاحية، كمية قابلة للتصدير لجلب العملة الصعبة. ونموذج المغرب، نموذج المغرب العملة الصعبة نجلبوها عن طريق تصدير مجموعة من المنتجات الفلاحية. الفلاحة عندنا ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي. حنا كنعرفوا أن الفلاحة أخذت الحيز الأهم في مخططات اقتصادية وفي مخططات التنموية المغرب منذ الاستقلال. إذا لجلب العملة الصعبة بهدف خلق توازن في الميزان التجاري الذي يعاني نزيفا بفعل استيراد المواد المصنعة، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي. إذا هنا غادي نعرفوا الحدود الدنيا للإصلاح الزراعي، لتقسيم الأراضي الزراعية في المغرب. غنعطيكم نموذج المغرب، وهذا غتلقاو عندكم في لو بوليكوب اللي عطيتكم، أن الملكية الدنيا في المغرب بعد تقسيم الأراضي الزراعية وبعد سياسة الإصلاح الزراعي، أي انتقال من بنية تقليدية إلى بنية جديدة كان هدفها اقتصادي واجتماعي كما سبق، رجعت أن وهذه الأراضي التي وزعت على الفلاحين هي الأراضي المسترجعة. ماذا أعني بالأراضي المسترجعة؟ يعني بعد خروج المستعمر الفرنسي قللنا ذاك الأراضي اللي كان مستولي عليها، إضافة إلى الأراضي المسترجعة من كبار القيادة، هو البشوات الذي نعتبره خونة للوطن، واسترجعت منهم الأراضي إلى حوزة المغرب. إذا وزعت هذه الأراضي على صغار الفلاحين. معدل التوزيع كيف ما غادي تشوفوا، كان 5 هكتارات في الدوائر المسقية، 5 هكتارات في الدوائر المسقية، و 13 هكتار في المناطق البورية. أعني بالمناطق البورية الدوائر المسقية، يعني في المناطق التي تعتمد على الأراضي الزراعية على السقي، و 13 في المناطق البورية، أي المناطق التي تعتمد على التساقطات المطرية. ومن هنا خصنا نعرفوا شنو هو البور. البور والمسقي، منطقة بورية، بور ميم باللغة الفرنسية، ملي كتبوا الجغرافيين الفرنسيين على المجال المغربي كيكتبوا agriculture بور، بور B-O-I-R. البور هي المناطق التي تعتمد على تساقطات المطرية، في حين المناطق المسقية هي المناطق التي تسقى تعتمد على الري، سواء بواسطة المياه السطحية أو بواسطة المياه الباطنية كما سبق وأشرت. إذا الحدود الدنيا تمثلت في 5 هكتارات في المناطق المسقية و 13 هكتار في المناطق البورية. حددت هذه الوحدة المساحية حيث أنها تمكن من إعالة أسرة. هاد 13 في البور و 5 في المسقي، الأوبجيكتيف ديالها أو الهدف منها أنها تمكن من إعالة أسرة ومن تجهيز ريع للحيازة وتحقيق لفائض الإنتاج. إذن هاد 5 هكتارات في المسقي و 13 البورية يمكن لرب الأسرة أو المالك ديالها أن يجهزها تجهيز الحيازة وتحقيق فائض الإنتاج. يمكن أن ينتج مثلا أي
اي انتاج معين سواء زراعه او غراسه او تجاره الى اخره، ينتج الاكتفاء الذاتي اللي غيحقق له الاكتفاء الذاتي، واللي غيحقق ايضا به ربح، اللي غيستهلكوا اللي غيحقق به ربح او فائض للانتاج. اذا ماذا نستخلص من الاصلاح الزراعي؟ انه ضمن للارياف تطورا جذريا. الله يخليكم، الاصلاح الزراعي خصكم تاخذوه بعين الاعتبار. الاصلاح الزراعي ضمن للارياف تطورا جذريا، يعني حصل تطور جذري للارياف. انا عطيت نموذج المغرب، ولكن الارياف في العالم حصل بها تطور جذري من حيث الوظائف ونشاطها الزراعي، يعني طورت من وظائفها الفلاحيه والزراعيه، وهندسه حقولها، واعاده النظر في توزيع عوامل الانتاج بها، وكذلك التراتبيه الاجتماعيه. يعني ما بقاش العبيد ياك، التراتبيه الاجتماعيه تغيرت. اذا التقدم التقني، التقدم التقني هو تقدم، اذا ساعود للعنوان تقدم تقني، يعني ان وسائل التقنيه عرفت تقدما مهما مما اثر على النشاط الفلاحي. خذوا الله يخليكم العناوين، اول ما تبداو تقراو بداو تقراو العناوين. اذا التقدم التقني واثره على النشاط الفلاحي، حصل هناك تقدم وتطور في التقنيات المستعمله في النشاط الفلاحي، مما نتج عنه تطورا في هذا النشاط. هذا هو المعنى، لان باغفوا راه كنطرحوا السؤال ما كنعرفوش الاجابه، واش غنجاوب عليها بالاصلاح الزراعي؟ لا، نفهم التقدم. اذا وسائل التقنيه المستعمله في المجال الفلاحي عرفت تقدما مهما مما اثر ايجابا او بالايجاب على النشاط الفلاحي. اذا شوفوا معايا لو ديابو. يعتبر التقدم التقني من اهم العوامل التي شكلت المجال الفلاحي المعاصر. هذا التقدم الذي تمثل في الثوره التقنيه، حيث نتج تطور قوي في الادوات والاساليب المستعمله في الفلاحه خلال القرن 19، التي تم تطويرها في القرن 20 عن طريق استعمال نتائج البحث العلمي في البيولوجيا والكيمياء والمكنن. وقد تمثل التقدم التقني فيما يلي. شنو فاش تمثلنا التقدم التقني؟ وهذا الشيء غتوجدوه عندكم بالديتاي، هو استعمال الكامل للتربه بدون استراحه الارض، يعني لا تيرونجاشير اللي كانوا عندنا الاراضي اللي كانت كتستريح. علاش كتستهلك؟ باش تعاود تاخذ الخصوبه ديالها وتعاود تدخل فيها المواد الغنيه بالذوبان الى اخره. ما بقيناش، تم الاستغناء عن استراحه الارض، ما بقيناش كنديروا استراحه الارض، لان فيما سبق كانت هذه الارض كيقول لك ماذا؟ هذا العام غنفلحها، ولكن السنه المقبله ساتركها بدون زراعه حتى يتسنى لها ان تاخذ عود المواد العضويه والذوبان الى اخره. لكن باستعمال التطور ديال المواد المخصبه تم تجاوز هذه التقنيه، ما بقيناش كنديروا استراحه الارض، بل اصبح الاستعمال المكثف للتربه. المكنانه، المكنانه شنو كنقصدوا بها؟ هي الوسائل المستغله، المكنانه الوسائل التقنيه المستغله. اذا البحث البيولوجي عرف تقدما مهما، هذا الشيء كله عطيته لكم في هذه العناوين، عطيته لكم بالشرح في المقرر في بوليكوب. اذا المكنانه تعتبر المفتاح الاساس لتقدم النشاط الزراعي، ونقصد بها الاليات، المحرات، الحديدي، البذور، الات الحصاد، الات الجني. حنا كنشوفوا مؤخرا ولات عندنا تطور كبير للمكنانه. شحال هذه، نعطيو غير مثال الزيتون. الزيتون وانتم ابناء المنطقه معروفه بالزيتون. الزيتون في فتره الجني كان صاحب الارض كياخذ لي جورنال ديال المياومين الفلاحه باش كيسقطوا الزيتون، باش كياخذوا الزيتون من الاشجار، وكتطلب هذه العمليه مده كبيره. كل شجره مثلا شجره كيخدموا فيها اربعه او ثلاثه ديال الاشخاص باش ياخذوا المحصول. بالتقدم التقني اصبحت هناك الاله، اله الجني او القطف، هي اله عوض الطاقه التقليديه، الطاقه البشريه اليدويه التي تتطلب مجهود عضلي وتتطلب مدة زمنية مهمة. أصبحت هناك آلة على يد، على شكل يد كتحشى في شجرة الزيتون. حنا نتوما أبناء المناطق غتكونوا عارفينها، آلة عصرية كتخدم بالمازوط ولا بهذي، كتحشى في شجرة الزيتون وكتبقى تزعزع الشجرة. لو طون باش كتحرك الشجرة كيطيحوا لنا حبة الزيتون. إذا هي مردودية اقتصادية
مردودية مرتفعة وربح كبير للوقت في خدمة الأرض. إذا المكننة عطتنا نتائج جد إيجابية، تقدم تقني في المكننة عطونا نتائج جد إيجابية على النشاط الفلاحي، رغم أنها لها أوجه سلبية وهي فايش ارتفاع التكلفة، لأن مثلا ماشي كل فلاح غادي قد يشتري هذه الآلات ديال الجني والحصاد إلى آخره. إذا عندنا ارتفاع التكلفة، وعندنا أن الرسامين أصبحت موجهة إلى الفلاحة ولات كتطلع بواحد المستوى عالي. إذا هذا فيما يخص المكننة. المكننة هي كانت تعتبر المفتاح الأساسي لتقدم النشاط الفلاحي في العالم. إذا هذا من جهة، لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ولكن إيجابياتها فاقت سلبياتها. إذا البحث البيولوجي هو أن الإنسان عمل على إدخال مجموعة من الأبحاث فيما يخص الأجناس وفيما يخص تكتيف بعض الانتقاءات ديال بعض البذور، مما أعطى نشاط فلاحي متطور. توفير شروط التقدم التقني. إذا شروط التقدم التقني لتعميم نتائج البحث العلمي على مقياس كبير، يجب إعادة النظر في ظروف الإنتاج وفي مقدمتها تغيير العادات التقليدية التي كانت لدى الفلاحين. إذا عن طريق الإرشاد الفلاحي، عن طريق احنا في المغرب عندنا الإرشاد الفلاحي، عندنا مجموعة من السونتر دو ترافو سي تي، سونتر دو ترافو اللي كيرشدوا الفلاح هاشنو خصك تبعد منه وهاشنو خصك تقوم به. إذا توفير شروط التقدم التقني وتأتيب الأساس عن طريق الاتصال بالفلاحين والإصلاحات العقارية الكبرى للحد من تفتيت الحيازات، للحد من تفتيت الأراضي، ونحن غنرجع فيما بعد لتفتيت الأراضي أو لصغر الحيازات. إذا أحدث التقدم التقني للفلاحة تغيرا عميقا للمناظر الزراعية التقليدية في العالم. إذا هذه خلاصة، أحدث تقدم تقني للفلاحة تغيرا عميقا للمناظر الزراعية التقليدية في العالم، نظرا للحاجة المتزايدة للفلاحة من رساميل والمكننة واليد العاملة. غير أن هذا التطور اقتصر على الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، في حين ظل بطيئا هذا التقدم التقني الكبير. ثم كتلاحظوه بجلاء، وانا عطيتكم الفوارق اللي كاينه داخل المجال المغربي، ان هناك مجالات عرفت تطورا فلاحيا وتقدما في المجال الفلاحي دون اخرى. عطيتكم مجالات سهليه، سهل سايس وسهل تاد لك اول قطاع مسقي في المغرب، وعطيتكم مناطق الجبليه ومناطق الوحيه الى اخره. اذا في حين ظل هذا التقدم التقني بطيئا في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية. إذا النمو الحضاري آخر نقطة في توسيع المجال الفلاحي وتحسينه. كان للثورة الصناعية أثر ملحوظ على الحياة الحضارية، ذلك أن تطوير وسائل المواصلات والاختراعات ساهمت في توسيع الشبكة الحضارية وتزايد التهافت الصناعي على المدن، حيث أصبحت مراكز لاستقطاب أرباب الصناعات وأصحاب الخدمات والطبقة الشاغلة الراغبة في عيش أفضل. إذا المدينة دائما شكلت المجال المحبب من طرف الساكنة التي ترغب في عيش أفضل نظرا لوجود مرافق الحياة الضرورية. رافق الانفجار الحضاري ظهور علاقة وطيدة للمدن مع المجال الريفي، حيث أصبح المجال الحضاري يمارس نفوذا كبيرا على المجال الفلاحي من حيث تكثيف الإنتاج وتغيير الاقتصاد الفلاحي واستقطاب السكان. ومع التزايد الديموغرافي والتوسع الحضري أصبح المجال الحضري ينافس المجال الريفي على الأراضي الفلاحية الموجودة. هنا غناخذها بعجالة، كنوجدوا حاليا في المدن، كبريات المدن المغربية، أن هناك منطقة مخصصة لإنتاج فلاحي معين. هذا الإنتاج الفلاحي ما كيكونش هو لإنتاج الحبوب والقطن إلى آخره، بل لإنتاج بعض الخضروات وبعض البقليات، وهذا فعلا كنوجدوه في كبريات المدن المغربية. كانت في جانب المدن أو ضاحية المدن هناك منطقة تسمى العرصة، العرصات أو جنانات. الجنانات شنو هي؟ في مدينة قنيطرة راه الجنانات هي اللي كانت حدا أسواق السلام، ما بقاتش. علاش؟ لأن النظرة للتوسع الحضاري
توسعت المدينة على هذه المناطق التي كانت مخصصة فيما قبل إنتاج بعض الزراعات، وأنا ملي كنقول بعض الزراعات بعض الخضروات والبقليات وليس الحبوب إلى آخره. إذا من جهة أخرى تتميز اليد العاملة المشتغلة في هوامش المدن بزراعة الفواكه والخضر والبقليات بارتفاع الأجور إذا ما قرنت باليد العاملة بالأرياف، وهذا شيء واضح، علما أن الفلاح في هوامش المدن يشتغل بشكل مؤقت في الفلاحة ويتعاطى لأنشطة أخرى أون باغالي بالموازاة في الأوقات الغير فلاحية، مما يؤدي إلى تنويع مداخل الأسر التي تشتغل على الفلاحة بالمناطق الحضرية، في حين أن الأسر التي تشتغل على الفلاحة بالأرياف يبقى المدخول الأساسي لها هو الفلاحة. إذا هذه حصة للمحور الثاني. إذا أتمنى غترجعوا لأن يجب ضبط المعطيات، الله يخليكم غادي ترجعوا للبوليكوب، أنا عطيت شرح مختصر ولاني في البوليكوب غترجعوا الاستعمالات ديال الكاملة التربة بدون استراحة، ترجعوا للمكننة إلى آخره. إذا هذا الفصل الثاني من المقرر، إذا في هذا الفصل الثاني غنكون وصلنا نصف الطريق، نصف الطريق دابا وصلنا له، درنا المحور الأول المحور الثاني، غيتبقاو لنا جوج المحاور. وأنا كيف ما قلت لكم أن المادة هي مادة جيدة، مادة محبوبة، مادة معاشة، ومادة سهلة، ماشي ذاك السهل الممتنع، ولكن مادة بسيطة تتطلب مجهود من الطالب للاستيعاب. إذا غيبقاو لنا محورين أساسيين اللي غادي هذا الأسبوع غنحط لكم المحور الثالث باش نشرح لكم الأسبوع المقبل. أنا كنسبق دائما كنسبق لكم الكور، كنسبق لكم الموضوع، عاد كنجي الشرح باش تكونوا خديتوا عليه واحد الفكره، لان شوف حنا في واحد الوباء، حنا في واحد الازمه اللي كنحاولوا نتجاوزوها بهذا الطريق، ما يمكنش نبقاو مكتوفين الايدي لان السنه كتمر. اذا انا غادي نعطيكم ان شاء الله غدا او يوم الجمعه غدا ان شاء الله غادي نصيفط لكم المحور الثالث، محور جيد بسيط غتحاولوا تقراوه، تستعنوا بمجموعه من المراجع. الحصه ان شاء الله الخميس المقبل غادي نحط لكم على شكل شرح، وغتبقى لنا محور اخر. اذا محورين دوزناهم، بقاو لنا محورين اخرين. اتمنى ان اكون قد وفقت ولو شيئا ما، لان دائما المحاضرات تتطلب حضور الطالب هو من يغني النقاش. اذا الى الحصه المقبله ان شاء الله، دمتم بخير، وان كان اشكال يمكنكم اتصلوا بي في الرقم اللي عطيتكم، وساكون صاغيه لكم ان شاء الله. يلا شكرا لكم. إذن